بورشته الخاصة وبأدواته التقليدية البسيطة استطاع أن يكون منتجا لقطع غيار معامل وآليات مهمة. هذه القطع كما تؤكد فحوصات مختبرية نافست بجودتها المستوردة ورفضت معامل الأسفلت والبلوك وكسارات الحصى وما تحتويه هذه المعامل من مكائن وآليات. نحتاج كثير من قطع غيار معامل الاسفلت ومعامل البلوك ومعامل الجوس وكثير من المعامل. ونهضنا بالصناعه الوطنيه والمحليه نهضه لا باس بها رغم الصعوبات والظروف الصعبه التي يمر بها البلد. تمكنت والحمد لله من انتاج مواصفه تضاهي المستورد المحلي في جميع قطع غيار سواء معامل الاسفلت او معامل البلوك او كسارات الحصول وكثير ومن منتجات دشالي او غير ذلك. الذين جربوا المنتج المحلي هذا وشهدوا على جودته ومضاهاته للمستورد دعوا الى الاء هذه الورش البسيطه دعما واهتماما حكوميا لتطويرها والاستفاده منها. نتمنى من الحكومه المحليه انه تدعم هيك طاقات لان طاقات هاي يعني قليله توفرها بالمدينه. وأثبتت جدارتها صناعة مضبوطة محلية ونريد من الحكومة أن تدعم الصناعة الوطنية لأن الصناعة المستورد ما يطول شهرين ثلاثة شهور يستهلك. إذن فهي دعوة للاهتمام والعودة إلى الإمكانات المحلية ودعمها لتكون رافدا داعما مغذيا للسوق المحلية الذي اعتمد تماما على المستورد. من صلاح الدين فراس الحسني التغيير.